السلام عليكم. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ولدي تفضل. عرفتني يا حاج. والله يا ولدي أنا شو بنقول لك؟ أنا يدخلوا علي فوق من 70 شخص والذاكرة ما عادش تجمع. يا حاج أنا اللي جاتك أنا وصاحبي وسناك على العيادة يا على العيادة لما تسكرت. أنت صاحبك. اتذكرتك. نبي شيني قصتك مع العيادة يا ولدي. والله شو بنقول لك يا حاج؟ نبي نستفسر منك في حاجات هيك بحكم انك انت حضرها لما كانت فاتحة. والله عاد شو بنقول لك؟ عليه ما نعلم. مثلا كان عندنا ورق هيك ولا واقعة ولادة ولا أي حاجة تانية في العيادة نفسها. من وين نقدر نلقاها؟ هنا نقول لك. احنا جابوا لنا ورقة وقالوا لنا أي واحد يستفسر على الإجراءات يمشي للمحفوظات متاع وزارة الصحة. هذا على ما نعلم. باي خلونا ناخذ ورقة واقعة ولادة مثلا وتكون في الفترة ديكا. الله يا ولدي شو بنقول لك؟ كان عندك وطات يجوك الورقات لا عندك، وكان ما عندكش وطات سلم أمرك لله. وانت تعرف هذا موضوع الوطات يا ولدي. ايه مزبوط. هالعيادة هدية يا ولدي جابتنا كل المشاكل. الله لا تربح اللي كان سبب. ومين كان السبب؟ دكتور معتز. الدكتور معتز قتل وخطف وايام سود على راقة. ايه سامحني كان تعبتك معايا يا حاج. تعبك راحة يا ولدي. نجيبولك قهوة. صحيت بارك الله فيك.